الأمراض النفسية الذي لم يكتشف له علاج حتى الآن. إنه مرض التوحد أو الأوتيزم، مرض عصبي يظهر في السنوات الأولى من عمر الطفل ويدفعه إلى الانطواء. يمثل مرض التوحد أحد حالات الإعاقة التي تمنع استيعاب المخ للمعلومات ومعالجته لها، وتؤدي إلى حدوث اضطرابات في الاتصال واضطرابات في اكتساب مهارات التعليم السلوكي لدى الطفل. وغالبا ما تبدأ أعراض المرض في سن الثانية أو الثالثة. ووفقا لما قالته الدكتورة غادة وهبي وزيرة التضامن الاجتماعية، فإن عدد مرضى التوحد في مصر وصل عام 2017 إلى 800,000 مريض، ونسبة الإصابة بين الذكور 4 أضعاف الإصابة بين الإناث. الأوتيزم له 48 نسمة، وهناك أطفال لديها المرض مع بعض السمات، وهناك حالات معها المرض مع إعاقة ذهنية، وتكون نسب نجاح علاجهم صعبة وتحتاج وقتا كبيرا لوجود إعاقة ذهنية. ووفقا لأخصائيين نفسيين، فإن أبرز أعراض مرض التوحد هو ميل الطفل للعزلة دائما، وعدم الاستجابة لنداء الآخرين، وعدم رغبته في أن يلمسه أو يحتضنه أحد، والتمسك بأشياء لا قيمة لها إلا في عالمه فقط. هذا بالإضافة لوجود صعوبة في نطق الكلمات وترتيب الجمل، ويعاني من الإفراط في الحركة الشديدة والمكررة. لا يوجد سبب محدد للتوحد، ولكن قد يكون السبب في إصابة الأطفال به هو خلل في الجينات الوراثية أو مشاكل في تكوين الجهاز العصبي، وبالتالي لا يوجد علاج للمرض. ولكن هناك بعض السلوكيات والخطوات التي يجب أن يتبعها الآباء مع طفلهم المصاب بالتوحد للحد من الأعراض، ومنها تناول بعض الأدوية التي تعمل على تعزيز وتحفيز الخلايا العصبية، العلاج التربوي عن طريق وضع الطفل في مدارس خاصة لمرضى التوحد لتدريب الطفل على التواصل مع الآخرين والاندماج مع العالم الآخر، العلاج السلوكي من خلال تحفيز الطفل وتنمية مهاراته السلوكية واللغوية من خلال مراكز التأهيل والتدريب. وللآباء دور مهم في الوقوف بجانب طفلهم وإحساسهم بالأمان دائما وتحفيزه وتشجيعه. إسراء سعد، الحياة مصر. مرحبا بحضراتكم، واول فقره حواريه معانا. وزي ما كنت بقول في بدايه الحلقه، يعني فقره مهمه جدا، لان بيوت كتير مصريه موجود فيها هذا النموذج او هذه الحاله. انا مش هقول عليه ابدا مرض، لان هو مش مرض، نتكلم عن التوحد. التوحد ده موجود بين بعض الاطفال، موجود في بعض البيوت المصريه، موجود كمان بين أهالينا. يعني إزاي ممكن نتعامل بقى مع هذا أو هذه الحالة؟ إزاي ممكن كمان المجتمع يبقى عنده ثقافة التعامل؟ مش ممكن بس إحنا نعلم الأولاد ونخليهم يقدروا إن هم يندمجوا في المجتمع، ولكن المجتمع مش عايزهم أو مش قادر إن هو أصلا يندمج معاهم. دي نقطة في غاية الأهمية أعتقد، فعشان كده إحنا عايزين نتكلم بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الملف. خلوني بس في البداية أرحب بضيوفي. دكتورة هالة عسل، مدرب معتمد بوزارة التربية والتعليم وعضو مكتب تنسيق المتابعة. مساء الخير يا فندم. مساء النور بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. ودكتور ياسر عبد الحميد، حضرتك باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية قسم التربية الخاصة. أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا بيك. أهلا يا يوسف. ومعانا مدام صباح سعد، ومعها ابنها يوسف. وزيك يا يوسف؟ زي حضرتك. مساء الخير. أهلا وسهلا. خليني أبدأ مع حضرتك دكتور هالة ونفهم بس الحالة دي، وهل حضرتك بتتفقي معايا ان احنا ما نسميهوش مرض ولا لا؟ هو طبعا اكيد زي ما حضرتك قلتي هو مش مرض خالص، هو عبارة عن اضطراب نمائي بيكون مصاحب معاه عزلة اجتماعية او يعني عدم تواصل اجتماعي وعدم تواصل عن طريق اللغة، فهو فعلا مش مرض زي ما حضرتك قلتي. وانا طبعا من خلال وجودي هنا انا ببشر كل ام بنقول ان ابنها توحد، هو عايز اقول لها ان ده مش مرض، هو اضطراب، ومع التدريب بيجيب نتيجه كويسه قوي. بس اهم حاجه تعترفي وتكتشفي الموضوع بدري، وان شاء الله ربنا يطمنها ويبقى مع التدريب يبقى كويس قوي. كويس. طيب دكتور ياسر، ايه الاعراض؟ يعني دلوقتي مثلا ام لسه ما اكتشفتش او مش عارفه تحدد، ازاي ممكن ان هي تعرف ان ابنها او بنتها مصابين بالتوحد؟ ايه الاعراض اللي بتبقى ظاهره؟ جميل. هو في العاده دايما الشكوى الرئيسية للولي الأمر التواصل بتاع الطفل، يعني إما أن هو ما يكونش عنده قدرة على الكلام إذا كان عنده توحد غير لفظي، أو يكون قدرته اللغوية بسيطة جدا، بينطق كلمات بسيطة. فأما بيروح بعد كده يوديه الأخصائي تخاطب
اخصائي التخاطب طبعا لما يكون متمرس في شغلته بيبتدي يعمل له بعض الاختبارات، بيعرف ان الولد دوت عنده توحد. طيب هو صفاته ايه؟ هو نازل في الدي اس ام 5 الجديد اللي هو اللي بتصدره الجمعيه الامريكيه للطب النفسي. بعض البنود التشخيصيه يعني بيبقى عنده اولا مشكله في التفاعل الاجتماعي وقصور في التواصل. التواصل ده طبعا سواء لفظي او غير لفظي. بيبقى عنده مشكله ثانيه في بعض الانشطه المحدوده او السلوكيات النمطيه، ان هو بيبتدي يعمل حركات نمطيه، يعني تلاقيه ممكن مثلا تلاقيه بيمشي على طراطيف اصابعه، تلاقيه لو في مروحه في السقف بيفضل عينه بيتابعها بطريقه نقدر نقول عليها شاذه شويه او مده طويله. عنده مشكله في اللعب التخيلي، يعني في العاده الاطفال الصغيرين عنده قدره ان هو يلعب بلعبه صغيره لعبه تخيلي، انما الطفل اللي هو اللي عنده اضطراب طيف التوحد ما بيقدرش يلعب اللعبه التخيلي. النقطه اللي بعد كده ان هي بتكون في فتره النمو، يعني غالبا بتيجي قبل سن 3 سنوات. وفي البعض بيعتبر ان سن 30 شهر ده الحد الفاصل اخر، يعني ناحيه تشخيصيه ما يكونش عنده اي اعراض تكون قريبه من الاعاقه العقليه. ده بالاضافه للتشخيص دوت، في طبعا تشخيص فارق زي ان انا افرق ما بين التوحد والاعاقه العقليه والتوحد وفصام الطفوله، لان طبعا في المجتمع بتاعنا في خلط ما بين الاعاقه العقليه والتوحد. دايما بيفتكر ان الطفل اللي عنده اعاقه عقليه لازم يكون عنده توحد. هو الحقيقه ان بنسبه تقريبا 70% من الاطفال اللي عندها توحد بيبقى في اعاقه عقليه مصاحبه، انما ده مش انا بعتذر، هيخليه براحته خالص، خليه قاعد يعمل اللي هو عايزه بجد، ما تقلقيش ابدا، مش اي مشكله. اتفضل يا دكتور. فطبعا بيبقى في بعض الفروق اللي هو بنقول عليه التشخيص الفارق ما بين الاعاقه العقليه والتوحد. الطفل اللي عنده اعاقه عقليه عنده قدره على التفاعل الاجتماعي اكتر من الطفل التوحد. الطفل التوحدي التفاعل الاجتماعي مش مرغوب بالنسبه له. وما عندوش رغبه في التفاعل اساسا، ولا حتى في يعني انطوائيه، بيحب دايما يقعد لوحده، نقول عليها عزله او عدم الرغبه بمعنى صح في التفاعل. تمام. مش انطوائيه، دي اسوء من انطوائيه. طيب. الانطوائي في امكان ان هو يتفاعل او ما يتفاعلش حسب رغبته، انما التوحد ما عندوش رغبه اصلا في اللي هو ان هو يعمل علاقات اجتماعيه مع اللي حواليه. تمام. طيب دكتور هلا، قبل ما اروح لمدام صباح خليني اسالك برضو، هل الموضوع ليه علاقه بالوراثه؟ يعني هل ده ممكن يكون وراثه في اي عيله ولا ملوش علاقه خالص؟ هو في الحقيقه من ضمن اسبابه الوراثه، يعني في بعض العلماء قالوا ده اسبابه وراثيه، وفي ناس قالوا علماء اخرين قالوا الاسباب بيئيه، مثلا حادثه اشعاع، الام تعرضت لاشعاع، بيئه مكتسبه يعني. وفي ناس قالوا الاثنين، ولكن انا رايي الخاص، انا رايي فعلا الاثنين، ولكن انا عايزه اقول دور الام مهم جدا في وجود او يعني ان طفلها يعاني من التوحد. الام لها دور كبير قوي، لازم الام تكون عندها حنان، اهتمام بالطفل، ما تسيبوش لوحده كتير. انا كمان بخاطب كل الامهات الايام دي اللي هم بيسيبوا اولادهم على التابلت والايباد والكلام ده، لا الكلام ده بيؤدي الى التوحد فعلا. يعني في ناس بيجي لها بعد ما تكبر، هو طبعا احنا بنكتشفه يعني والاطفال صغيرين افضل، ده بيبقى ليه عامل وراثي. لكن في ناس بتبقى مولوده كويسه جدا لكن العوامل البيئيه بتاثر عليها. من ضمن العوامل دي اللي بتؤدي الى التوحد الايباد. هو في سن معين ولا ممكن يجي لحد كبير او يصاب بيه مثلا؟ ممكن يجي لحد كبير. ممكن يعني حسب السلوك اليومي مثلا، بس هو من الطفوله اكتر يعني. هو يعني زي ما قلت لحضرتك بيبقى في استعداد وراثي. تمام. طيب خليني اروح لحضرتك مدام صباح، ولو تسمحي لنا نفهم بالظبط يعني من البدايه حضرتك اكتشفتي امتى يوسف وهو عنده 8 ايام؟ لا ازاي بقى؟ ايده صغيره. مش زي اخواته. بس انا شايفه يعني ما عندوش مشكله، بتهيألي طبيعيه جدا يعني في الشكل من بره. واخد نسبه من البتاع منهم يعني. بس ما بيتكلمش برضو زينا. كلامه تقيل في التخاطب برضو يعني، اديني ماشيه معاه في التخاطب وبيروح المدرسه.
حاسه في حزن من حته بيروح المدرسه، هل في تعامل لا سيء مفيش. هناك؟ اه طبعا لا. يعني حضرتك بتشوفي ان حالات هناك صعبه معاه كمان، المدرسين والمعلمين هناك ما بيتعاملوش بالشكل اللائق يعني؟ الله اعلم بقى، هو بياخدوه مني قدام الباب وخلاص على كده، لكن جوه ما الله اعلم بيعملوا معاهم جوه. طب ايه؟ ما بيحكيلكيش مثلا؟ لا لا ما بيتكلمش خالص معاكي. كلامه تقيل مش بيفسر. طب وازاي تقدري ان حضرتك برضو تعرفي هو بيتلقى التعليم او يعني التعامل الامثل او الجيد او المطلوب؟ مفيش حاجه يعني مش نافع في اي حاجة يعني، اللي هم بيدوله مش عارف حاجه فيه، الف ب بس يعني، هو بس بيروح المدرسه بس. طب ما فيش مراكز متخصصه اللي انا اعرفه؟ بوديه المركز. بوديه مركز مسيحيين عندنا. طيب بيتخاطب الوضع واصل لغايه فين؟ مفيش نتيجه؟ هم السبب اللي هو نطق ويمشي، كانش بيمشي وكان يعمل حاجات، كان لما اتولد كان تعبان يعني، كان عنده عنده صب في القلب، وكان عنده المعده بتاعته كانت ساكنه على صدره، وعملنا له عمليات كتير. هل حضرتك كان في حد في العيله كده؟ دي حاله لا. اول حاله يعني. عندك اولاد تانيين؟ كم طفل؟ عندي اربعه غيره. ومفيش أي مشاكل جسمانية أو خارجية؟ طيب يعني أنا هرجع لحضرتك تاني، لأن مهم نفهم برضو الدنيا هتروح لفين. يعني واضح إن الوضع الحالي مش جيد، يعني مش المرجو أو اللي احنا نأمله أو اللي حضرتك يعني بتأمليه، فهرجع لحضرتك. بس خليني برضو أرجع دكتور ياسر لحضرتك، يعني أمهات كتير أكيد بيعانوا من مليان مليان مليان، لكن من كلام مدام صباح إن يعني مش بيتلقوا الرعاية كاملة، خلينا نقول بقى يعني المصطلح كده. فالوضع ايه يا فندم برضو؟ هو بالنسبة للمراكز الخاصة اغلب العاملين بيها في العادة يعني اغلبهم مش متخصصين، واولا الطفل ده متلازمة داون، مش توحد. المتلازمة داون ليه شكل مميز غير التوحد يعني، انا اعرف فرقه كويس يعني، انا اشوفه اعرفه ده متلازمة داون. يعني حضرتك بتقول ان يوسف لا انا مش بقول هو اكيد ما فيهوش، هو يعني يوسف مش توحد؟ اي حد في من المشاهدين متخصص يعرف ان هو متلازم الدم. طب حضرتك كنت عارفه المعلومه دي ولا لا؟ يعني هم شخصوها كانه توحد؟ لا. قالوا لك ايه بالظبط تحليله او التشخيص كان ايه؟ مغولي. مانغول، متلازم الداون مانغول. صح. مانغول هو بياخد الشكل اللي هو الدول جنوب شرق اسيا اللي هو شكل المانغول اللي هو داون سندروم، اللي هو اكتشفها طبيب اسمه داون فهو سموه على اسمه. فهي متلازمه من ضمن المتلازمات يعني، داخله من ضمن العقل العقليه. بس حسب كلام مدام صباح هو نفس برضو هو اكيد طبعا مشكله يعني نفس اعراض التوحد الى حد لا مش نفس قريبه الأعراض. لا يعني لا ما بيتكلمش ما بيتكلمش لا 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 بالنسبه للتوحد موضوع ان هو مش عايز يتكلم دي حاجه، بالنسبة لمتلازمة داون الوضع مختلف. متلازمة داون اساسا لو لاحظتي اللسان بتاعه بيبقى كبير شوية، حتى لو بصيتوا جوه لسانه هتلاقيه انا اسف مكرمش زي المنديل، لان حجم اللسان اكبر شوية. فطبيعي حضرتك لما تيجي ترفعي ايدك كده هترفعي بسهولة، انما لو ماسكة وزن في ايدك هتلاقي ايدك مش بترفع بسهولة. فطبعا بالتالي عضله اللسان مش قادره تتحرك بسهوله ويسر، لان حجم اللسان اساسا غير طبيعي. فبالتالي الاطفال ده عندهم مشاكل في النطق نتيجه كبر حجم اللسان اصلا، ده بالاضافه اساسا اللي بيبقى فيه عيوب في الاسنان. فطبعا في حروف لازم تكون الاسنان موجود فيها فبيحصل له مشاكل. ده بالاضافه اساسا بيبقى عنده نسبه نقص في لا عنده إعاقة عقلية بنسبة ذكاء اقل من 70 الاي كيو بتاعه، فالاي كيو بتاعه بيبقى اقل من الطبيعي. فطالما العقل مش ناقص او مش طبيعي لازم طبعا بقية الخصائص كلها تتأثر، من ضمنها الخصائص اللغوية. طب دكتور انما انا قلت الاول التوحد يختلف عن العاقة العقلية، ده ما هو ده اللي انا كنت عايزة لا ده اضطراب ودي إعاقة بالمناسبة يعني، ده يعني توحد اضطراب، احنا مش هنقول ان دي اعاقه ابدا زي ما احنا صنفناه يعني. هو اضطراب اضطراب فهو خلاص هو اضطراب. طيب علشان برضو الناس يبقى عندها امل او الامهات تبقى برضو فاهمه، احنا هنا بنتكلم ان التوحد فرصه العلاج فيه اعلى، لان هو بنسميه اضطراب مش اعاقه.
الإعاقة الذهنية مختلفة تماما، بس برضو عشان الناس تبقى عارفة فيها أمل للعلاج ولا لأ، يعني وبكام في المية؟ ده بالنسبة للتوحد ولا الإعاقة الذهنية؟ لا الإعاقة دلوقتي أنا بتكلم. أنا عايزة بس أفهم يعني أوضح للسادة المشاهدين إن دايما الإعاقة بتبقى نوع وشدة، يعني نوع الإعاقة في أنواع للإعاقة، إعاقة ذهنية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة سمعية. التوحد زي ما اتفقنا هو مش يعني هو مش إعاقة، نعم، هو اضطراب. الشدة اللي هي أو الدرجة اللي هي بتبقى بسيطة متوسطة شديدة. عايزة أبشر كل الأمهات اللي ولادهم عندهم إعاقة عقلية بسيطة، الطفل ده بيبقى قابل للتعلم وقابل للتدريب. فأنا عايزة أقول أنت دورك مهم قوي. عايزة أقول برضو إنها زي ما قلت في بداية كلامي إنها لازم ترضى وتصبر، ما تقولش انا بدربه وعايزاه يخف بسرعه، هو هيخف بس مش بسرعه. ياخد قد ايه وقت تقريبا؟ تبع الدرجه، تبع الشده يعني الدرجه بتاعته. زي ما قال الدكتور ياسر ان في حاجه اسمها اي كيو بنعملها لكل طفل معاق، الاي كيو ده اللي هو درجه الذكاء بتاعته. في بتبقى لو درجه الذكاء اقل من المتوسط يبقى احنا يعني هنا الطفل ممكن يحتاج تدريب. ممكن تبقى اقل قوي من درجه يعني من المتوسط، اقل من درجه من المتوسط قوي اللي هو احنا بنقول على المتوسط او سيفير او شديد، فده طبعا بيحتاج شغل اكتر وبيحتاج تدريب اكتر وبيحتاج جهد وفلوس اكتر. لكن انا عايزه اقول بس لام يوسف او الاستاذه صباح ان الدوله بتهتم قوي بذوي الاعاقه. كمان فخامة الرئيس السيسي سمى العام 2018 ان هو عام الاعاقه، هو اهتم بيهم قوي. كان مدينا ايام انا كنت ماسكه مدير اداره الدمج كان مدينا اوامر ان احنا نهتم بيهم. شفته وهو بيحتفل بيهم، حسيت ان هو اب ليهم، بيحتضنهم قوي، بيجيب لهم جوائز، بيقف معاهم. فئه في المجتمع لابد يعني بالزبط. وشيء بديهي يعني لازم يكون فيه اهتمام طبعا من قبل الدوله بيهم، عكس بقى تماما ما كنا بنشهده في السنوات السابقه كانت فئه الى حد كبير مهمشه طبعا يعني. طيب خليني اروح لحضرتك مدام صباح برضو علشان يعني معانا مختصين دلوقتي وفي ناس اكيد برضو بتتابع ممكن يكون عندهم حاله زي كده. طبعا انت يوسف بياخد مجهود كبير جدا ويمكن اكتر طفل عند حضرتك بتهتمي بيه، حضرتك شايفه الدنيا؟ لا خليه على فكره، خليه براحته خالص بجد، ما تقوليلوش حاجه، لو عايز تيجي جنبي عايز تتحرك براحتك خالص، مفيش بجد مفيش ازمه. بتتعاملي ازاي دلوقتي وهتتعاملي ازاي في المستقبل؟ يعني حضرتك حاطه يعني خطه ان هو ان شاء الله هيبقى في امل في الشفاء، ماشي على الطريق ده ولا عندك مشاكل؟ يعني خلينا نسمع منك عشان كمان لو في أنا اي حاجه. اتعلم عايزاه يتعلم، ده اهم حاجه طبعا. عندي طبعا لان احنا يعني من العمر مش يعني مش عايشين له يعني انا ولا ابوه عايشين له. أنا بس اسمحي لي أسألها، يا هو في مدرسة يعني خاصة بيه ولا مدرسة دمج في دمج في مدرسة بتاعتهم هم؟ أيوة مدرسة تربية فكرية. هو بس واضح إن المستوى مش جيد يعني حسب كلام حضرتك يعني. يعني بقاله سنتين ما يعرفش حاجة برضو فيها. طب دكتور ياسر ازاي بيبقى في مكان او كيان مفروض ان هو مخصص لعلاج والتعامل مع النماذج اللي زي كده والحالات اللي زي كده، وحضرتك قلت في البداية ان اصلا هم مش متخصصين، هو الحقيقه في حاجه غريبه كده. كليات التربيه فتحت اقسام التربيه الخاصه مش من فتره لا بعيده. لا الحكومه برضه يعني. لا انا بتكلم على حاجه ثانيه، انا بتكلم على المختصين دلوقتي. لا تنفي يعني. كليات التربيه فتحت اقسام التربيه الخاصه فتره غريبه جدا، يعني يمكن اقدمهم جامعه عين شمس. دي اللي انا متخرج منها، دي في دلوقتي كليه علوم الاعاقه لسه فاتحه السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها. فطبعا ما لحقوش لسه خلاص. هو الوضع قبل كده كان ازاي؟ بس عشان الواحد يبقى الوضع برضو اللي قبل كده يعني عارف الوضع زمان من غير هذا الاهتمام من قبل الدوله كان عامل ازاي؟ الفئات دي كانت بتعمل ايه او الاشخاص كانوا بيعملوا ايه؟ والله هو كانوا بيعتمدوا على الجهود الذاتيه، يعني بيبقى في بعض الافراد بيحاولوا بيشتغلوا على الاطفال دي عن طريق التجربه. تجريب يعني بيجرب على الولد اسلوب تعليم هو كان بيستخدمه مع الطلاب التعليم العام. طبعا الكلام ده ما ينفعش لان الطلبه دول اولا عايزين تعليم فردي، وبالنسبه للتوحد في اساليب كتير جدا للتعامل معاهم، يعني في برامج بيكس وفي تيتش وفي اللوفاس. بس ده طبعا لا يطبق حسب كلام حضرتك يعني دلوقتي. لا الحاجات دي عايزه تعليم فردي، يعني طفل لوحده يعني 1 to 1، يعني لكل طفل في وده طبعا هيكلف كتير يعني. طبعا هي دي مشكلتها يعني الاسر ما اعتقدش متوسطه الحال هتقدر ابدا يعني.
هي دي مشكلتها ان هم الاطفال دول تكلفتهم عاليه جدا، بس حاليا يعني الدوله موفره لهم ان هم بيطلع لهم الاطفال دي بيطلع لهم معاش. يعني ما انا جيت ورا معاش ومش عارفه اعمله. لا بس يعني هو ليه معاش؟ الشؤون الاجتماعيه. لا 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 في كتير عملوه. لا لا معلش يعني ايه مفيش؟ يعني بقى ايه لحد وفق القانون يعني هو ليه معاش؟ يعني مقدمه له ومفيش. قدمتي الورق كله؟ اه ومقدمه كل اللي هم طلبوه مني. وما طب ايه الراي يعني المسؤول هناك او الموظف بيقول لحضرتك خلاص خد الورق وخلاص على كده بيقول حضرتك فوتي علينا بكره بيقول حضرتك مفيش حاجه عندنا. لا ده ما فيش. وتليفونات بقى لحضرتك قد ايه؟ سنه. لا خلينا نتابع بقى لان كده في حاجه غلط. يعني كده في حد موقف بقى الموضوع لان حضرتك وفقا للقانون تبع وزاره الشؤون الاجتماعيه الكلام ده. طب ما تاخدش الوقت ده كله. مش تبع وزاره التربيه والتعليم. لا 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 الشؤون. لا تضامن طبعا. لا ده موضوع خلينا نتابع يا جماعه برضو في الاعداد يا ريت عشان نفهم، لان اكيد دي مش الحاله الوحيده برضو. يعني موضوع غريب قوي. لكن من فضلك انا عايزه اقول اوضح ان وزاره التربيه والتعليم اهتمت قوي مؤخرا بالولاد بالفئه دي. موضوع الدمج اللي اتعمل ده دمج ذوي الاعاقه بالمدارس النورمال او المدارس العاديين، اتاحوا لكل فرصه لكل ذوي اعاقه بسيطه انه يلتحق بمدرسه، اي مدرسه هو عايزها جنب بيته، مدرسه عاديه. بس اهم حاجه تكون الاعاقه بتاعته بسيطه. ده الكلام ده لجميع الاعاقات. يعني سواء اعاقه بصريه سمعيه بسيطه عقلية. بتقصدي بيها ايه بسيطه؟ الدرجه بتاعتها ما انا قلت لحضرتك شده في درجه وفي نوع الاعاقه. الدرجه دي بتبقى في عندي بسيطه متوسطه شديده. يعني يوسف مثلا درجه عنده ايه؟ الاي كيو بتاعه كام؟ الاي كيو بتاعه كام؟ حضرتك عندك اي معلومه عن ده نسبه الذكاء بتاعته كويسه كام؟ درجه دخلتيه في مدرسه 70 لو 70 تبقى بسيطه 70% تبقى بسيطه. 70% وبسيطه تبقى قابل للتعلم وقابل للتدريب وممكن مع التدريب كويس ومع ناس متخصصه. عايزه كمان اقول ان وزاره التربيه والتعليم طبعا دكتور طارق شوقي عمل درب يعني ادانا اوردر او ادانا امر يعني ان احنا ندرب عدد كبير قوي من على مستوى الجمهوريه. دربنا عدد كبير قوي من العاملين على الطلبه دول، دربناهم حتى اللي هم ما كانش عندهم علم ازاي يتعاملوا معاهم دلوقتي بداوا يتعاملوا معاهم، ازاي يتعامل مع كل طالب مع كل فئه مع كل درجه. ازاي بيتعامل معاه في المدارس. دربنا عدد كبير جدا على مستوى الجمهوريه السنه اللي فاتت، والسنه دي ان شاء الله الاكاديميه برضو دربت عدد كبير جدا. طب مدام صباح هو سمعنا فهمنا لما بنتكلم عليه؟ يعني يوسف عارف مثلا ان احنا بنتكلم عليه دلوقتي يعني سمعنا بس ممكن بس ما يكونش مكسوف لسه مكسوف شويه. يعني هو بيتفاعل اكتر في البيت. عادي الطبيعي. مش هيبص لنا خالص كده مدام؟ هتبص لنا خالص يا يوسف؟ اتكلم. بص لي. طيب طب بص للكاميرا، بلاش تبص لي، خلي الناس تشوفك. مش عايز الناس تشوفك. لا لا ما تجريوش. طب يعني مين اكتر حد عندكم في البيت هو بيتفاعل مع حضرتك ولا اخواته؟ رماس الصغيره اللي هي اخته الصغيره. لا مش اخته. بنت اخته. بنت اخته الصغيره. اوكي بيتفاعل معاها. عشان عايشه معانا. يعني واخداها من امها عايشه معانا. طب ما بتتابعيش مع المدرسه مثلا؟ بتابع بروح هنا وبروح. شوفي بيقولوا لك ايه عن حد. انا شفتك وانت بتبص لي على فكره. يعني بيقولوا لك في تطور. تقولي طلعيه منين؟ يعني المشرفه تقولي طلعيه. يعني ايه خساره؟ خساره ان هو قاعد في المدرسه هنا. يعني هي جابت ان اللي هو قفلت لك القصه كلها سودتها في وشنا يعني. هو هل صح كده دكتور ياسر ان حد يقول ما فيش امل؟ في حالات هناك صعبه؟ لا يا فندم ما تبصرش كده، هي القصه تقول ان هي حالته كويسه فطلعت من المدرسه. انا افتكرت هناك هناك في حالات صعبه. بس حضرتك برضه بتقولي انه ما يعني ما تعلمش حاجة يبقى حضرتك ليه بتقول لها طلعيه؟ لان هو اعاقته الدرجه بتاعتها بسيطه، البسيطه دي يدمج مع المدارس العاديين. حرام ان هو يلتحق بمدرسه فكريه. بس ما اعتقدش الحاله تسمح ان هو يندمج مع المدارس العاديه. لا يندمج ما دام بسيطه. ما دام الاي كيو 70 يبقى يندمج، اما لو متوسطه او شديده ليه مدارس بقى تربيه فكريه. قدمت بره التانيين ما رضوش يقبلوه بره. ما رضوش. هي كانت بتقول كده في بدايه الحاله. ما رضوش يقبلوه بره المدرسه الثانيه. دلوقتي الحضانه برضه ما بترضاش تاخده. الوزاره لو اي ولي امر حابب يقدم لابنه ذوي اعاقه بسيطه، اهم حاجه يكون اعاقته بسيطه. فأي مدرسة تعجبه مفيش حاجة اسمها مفيش، لازم يقدم فيها. يروح للوزارة أو يروح للمديرية يعمل شكوى أو يشتكي المدرسة دي، وعلى طول المديرية أو الوزارة بتاخد. احنا يمكن كان معانا خبر زي كده امبارح بس خاص بالجامعات، وكان معانا خبر نفي من قبل الوزارة إن مفيش حاجة اسمها مش هيقبلوا يعني ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات وغيره، لأن كان في إشاعة زي كده. فأعتقد ده برضو أكيد
يعني هيطبق يعني، لان وفقا للقانون احنا هنا بنتكلم بالقانون ده مفروض ان هو ليه الحق يعني. هو اوريدي مطبق، وزي ما قلت لحضرتك هو ادولهم صلاحيات في حاجات كتير جدا. حتى يعني السنه اللي فاتت ما كانوش بيلتحقوا بالتعليم الفني، سيادة الوزير طبعا سمح ادى بيرميشن، ادانا نزل قرار وزاري ان هم يلتحقوا بالتعليم الفني. كمان شال ختم الدمج من الشهاده، يعني كان كل طالب دمج بيتكتب عليه في الشهاده بتاعته ختم مكتوب انه دمج فكري، دمج سمعي، دمج بصري. شال الختم ده كمان من الشهاده، اصبحت الشهاده ما فيهاش الختم ده. لا هو في حاجات جميله اداها لهم، بس يا رب اولياء الامور كلهم يبقى يعني، انا من خلال وجودي هنا عايز اعرفهم يعني ان هو اي ولي امر يقابل اي مشكله لازم يروح المديريه التابعه للمكان لازم بتاعه. لازم يبقى في معرفه بالحقوق، لازم بالزبط. يبقى كل ام عارفه ان ابنها ليه حق على الدوله، وان الدوله يعني مهتمه بيه او موفره كمان حقوقه، وكمان لو في اي اعاقه بتحصل من قبل اي موظف، لا حضرتك او حضرتك كأم ليكي الحق انك تروحي تشتكي، واحنا كاعلام لينا دور كمان ان احنا نتابع ونوصل الصوت للمسؤول، لان يعني الموضوع اعتقد كده ما ينفعش يتساب، لان دي هتبقى مشكله كبيره لما يكبروا كمان، من دلوقتي لو ما لقوش الاهتمام اللازم يعني. ربنا يعينك مدام صباح ويعين كل ام حقيقي يعني، ويشفي كل اولادنا يا رب باذن الله، وما يبقاش في طفل فعلا، احنا هنتكلم هنا واختص الكلام عن مصر، ما يبقاش في طفل فعلا في حاجه لعلاج ومش لاقيه ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتوره هاله. ميرسي. بشكرك يا دكتور ياسر. بشكرك يا مدام صباح. ويوسف سلم يا يوسف. مش هتسلم عليا كده ولا اي حاجه؟ احنا ماشيين. طيب مش هسيبك. أنا بشكر حضراتكم جدا، ومرة تانية بقول ربنا يشفي إن شاء الله كل أولادنا. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.